بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والآلي واصحابه وسلم. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبنا لكم وصفه جميله جدا، وصراحه هي هتعجبك وهتعجب اولادك، وبالذات الاولاد بيحبوا الالوان اللي هي داخله في بعضها كده، وبيحبوا كمان الحاجات المختلفه، وبرده اي ضيف يجي لك بصراحه يتبسط منها وهيتعجبه جدا. فيلا مع بعض نشوف الطريقة. جميلة جدا وسهلة ومش هتاخد من وقتك، مش هيكمل حوالي يعني 10 دقايق ربع ساعة، بس الوقت بتاع التلاجة هو اللي هيقعد معاكي فترة طويلة، ان احنا لازم نسيبها لتاني يوم، عشان طبعا انت عارفة هيبقى فيها جيلي، والجيلي ده بيحتاج وقت كبير عشان يمسك وكده. فيلا بينا بقى. احنا كده جبنا شمامة كبيرة، او زي ما انتوا بتقولوا كوز العسل، فمش كل الناس بيقولوا زي بعض يعني. فالمهم جبنا واحدة ونضفناها، فتحناها من فوق كده، تحاولي تفتحي الوش اللي فوق وتمسكيها بقى كلها كده، تنضفيها بالسكينة على يعني بسيط جدا، بحيث ان انتي ما تجرحهاش من جوه. فكل اللي احنا هنحتاجه بس هو الشمام بتاعنا، وواحدة واحد بس جيلي، هو ده اللي احنا كل اللي هنحتاجه. طبعا بقى انتوا عارفين طريقة الجيلي، بنجيب باكو جيلي وحطينا عليه معلقة وربع كده سكر، وممكن تستغني عن السكر عادي. نبتدي بقى ننزل بكوباية المية السخنة، طبعا مية دافية جدا، وتنزلي بيها على كيس الجيلي وبتقلبي كويس جدا. في بيحب يحط السكر زي ما قلتلك، وفي لا ما بيحبش مع الجيلي. فانا حطيت وعملت المية السخنة مع كيس الجيلي ودوبته كويس جدا، او نفضل بس نقلب فيه لغاية ما الجيلي بتاعنا يدوب جدا. طبعا بقى بعد ما داب معانا حطينا بقى المفروض كوباية مية ساقعة، بس انا ما بحبش احط كوباية مية ساقعة كاملة، بحط نص كوباية او كوباية الا ربع، عشان ببقى عايزة الجيلي بتاعي معايا يمسك ويبقى تقيل، يعني حتى كمان ما يحتاجش وقت معاكي طويل في التلاجة. وكده خلص بقى، خلصنا الجيلي اهو، اتحضرناه عملناه كده، ونبتدي بقى نخليه يبرد يعني مش عايزينه، او حتى لو سخن او دافي ما ينفعش ان انت تعملي بيه الوصفة دي، لازم يبرد معاكي جامد، عشان نقدر زي ما انت شايفة كده نصبه بقى في كوز العسل بتاعنا اللي احنا ايه فحطنا له في النص كده ونضفناه كويس جدا. نبتدي بقى بأي مغرفة عندك أو أي حاجة، تبتدي بقى ايه تعبي وتملي الأناناسية أو الشمامة ديت للآخر، وتحاولي تحافظي عليها عشان مفيش حاجة برضو تقع منها وتخلي منظرها وحش كده. خلاص مليناها اهيت على آخرها زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة يا جماعة الوصفة دي جميلة وتحفة جدا، حتى في منظرها شيك قوي، حتى يعني هتبهر لو عندك ضيف ولا حاجة، بصراحة هيتبهروا لو انت حطيتيه وقدمتيه كده في اطباق كده فاكهة، بصراحة هيتبهروا بيكي. هنا خلاص بقى عبينا اهوت الجيلي زي ما قلنا، جبنا بقى ورق الكيس اللي هو الاستريتش دوت، نحاول بقى نقطع قطعة كده كبيرة ونحاول ننزل بيها، بحيث ان احنا نغطي الوش كله برضه، عشان لما تدخليها الفريزر تبقي برضه محافظة عليها، او برضه القطعة اللي عادي، لو القطعة اللي انت رميتيها من فوق من فوق الشمامة اللي احنا رميناها، لا ممكن تغطي بيها تاني وتبقى برضه عادية وتحطيها في الفريزر. هنا يا جماعة بقى سيبناها يوم كامل لغاية تاني يوم، يعني عملتها بالليل، انا بقى خدتها تاني يوم العصر، او يعني الساعة 3 4 كده هتكون خلاص جمدت معاكي. ايه رأيكم في المنظر التحفة ده؟ طيب انا عارفة انه عجبك طبعا، وفكرة جميلة وجديدة طبعا، ما تطلعش من التلاجة، عايزة تحطيها في الفريزر ماشي، بس برضو مش وقت طويل، انما في الاحسن بتحطيها على الرف التلاجة، بتحطيها يوم كامل. طلعناها زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، المنظر تحفة اهو قدامكم، الشكل بقى اللي يحكم على نفسه. ايه رأيكم بقى في بصراحة هو يفتح النفس من غير حاجة، الجيلي يا جماعة مع الاناناس او كوز العسل بتاعنا، صراحة مدي منظر خرافة جدا.
ده غير الطعم بتاعها، لان انت دخلتي طبعا دخلتي الالوان في قلب بعض، فبصراحة المنظر نفسه جميل جدا. يا رب النهاردة اكون فدتكم وكون اديتكم معلومة كويسة وحاجة جديدة برضو، ويا ريتك بقى تقومي تعمليها دلوقتي برضو عشان الدنيا برضو حر، فما تستنيش يعني، قومي على طول واعمليها عشان برضو تبقى حاجة في التلاجة عندك ساقعة، وبرضو اولادك هيحبوا برضو كده الالوان في بعض. يا رب يكون النهاردة فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.